الراديو دي سناف. مسا العرف ناسيا من الثالث تيم الثالث دغا في حريش نوكو وندوس المدن الحرفات في ثم برج البحرين الجاب اللي ثمنا صباح الخير في الأمتن مثل ما دار رفل عرانا صباح الخير محببك تاني أسلامينا سي ثكوباني ثاسي عدا غنتا تاني يلنا مسا ميسا هودا صباح الخير في الأمتن مثل ما دار رفل عرانا صباح الخير أسلامينا صباح نوقعنا تاني مرتينا ما كان دا غنتا ديلي يلنا مسا جمعون نفسا نتات تيم الثالث دغا في ثكوباني ثاسي صباح الخير في العام تلميذ مدارة في العربية. صباح النور، صباح النور للمشاهدين، العفو للمستمعين، وشكرا على الاستضافة. تطلعا لسوق العمل يسعى التكوين المهني إلى برمجة اختصاصات جديدة تتماشى وسوق الشغل وكل حسب المنطقة المتواجد عليها. دونك مثلا يسعى معهدنا معهد برج البحري في هذا الدخول لدورة فيفري 2023 قمنا ببرمجة تخصصات، أربعة تخصصات كلها عبارة على تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل. أول تخصص هو تخصص معالجة المياه. معالجة المياه قمنا ببرمجة هذا التخصص مع سيال نظرا لليد العامله المتواجده على مستوى هذه المؤسسه وكذلك اهميتها في كل القطاعات الصناعيه، ماشي برك سايدال برك اللي يحتاج الى معالجه المياه ولكن توجد في كل القطاعات الصناعيه. اونيفو انترن نديرو ان ريكول دو بيزوان سيتادير كو Anna, le département relations école, lui, il fait partie du centre de formation. On lance un recueil de besoins auprès de toutes les directions de la CEAL. Donc, tout le modèle Farah ou la modèle chef de service, on peut le louer ou Sharak Mahtaj, les apprentis. Donc, on fait un recueil de besoins, un nombre d'apprentis, de profils, qu'il y a des plombiers, des électromécaniciens, des GRH, etc. Et on fait notre plan et on le transfère à la direction modélite de Tekwin Mihani, le Wilayat al-Jazair. On va dire ils dispatchent sur les centres de formation. Donc, à partir de là, انا باش نقول لك بلي سيال كل عام حنا عندنا القانون يقول لنا لازم 5% من لا ماس سالاريال كل عام اون ديباس لارجمون سو كوتا باسكو اون اي انسكري دون لا لا ريسبونسابيليتي سوسيتال اي بور نو ايتون اون انتربريز دو سيرفيس لو ليت موتيف تاعنا سي النوعيه ou l'accompagnement des entreprises, des jeunes Algériens pour les aider à se former, à avoir des métiers et plus tard avoir un poste de travail, Inch'Allah. Ce pour savoir aussi, c'est que les apprentis CEAL à compétences égales, c'est l'apprenti de CEAL qui a la primeur sur l'employabilité. إذن مجمع سيدال يستقبل سنويا عدد هام من المتربصين ويستقبلهم في عدة تخصصات. كل سنة عندنا عندنا عدد من المتربصين اللي لازم المتمهنين عفوا اللي لازم نستقبلوهم ونستقبلوهم في عدة تخصصات، ولكن احنا التخصصات اللي نحتاجوها اكثر هي التخصصات التقنية في البرودكسيون في الانتاج الصيدلاني. من هذا المنطلق ولدت الشراكة بيننا بين مجمع صيدال وبين لا ديريكسيون دو لا فورماسيون اي لونسينمون اي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. المديريه العامه للتعليم والتكوين المهنيين، حيث وقعنا على اتفاقيه في 22 نوفمبر الماضي، يعني 22 نوفمبر 2022، على اتفاقيه تهدف pour lancer le centre d'excellence pour les métiers de l'industrie pharmaceutique. C'est une première en Algérie, donc c'est pour la première fois en Algérie. Voilà. Le تكوين المهني بعين الاعتبار الاحتياجات التكوين تاع القطاع الصيدلاني. راديو 19